الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، تصحبكم خلالها سمير عبد الله، والبداية دوما بأبرز العناوين. في الذكرى السنوية الأولى للتكريم، مقر الأمم باسم الأمير. أود أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل أعضاء الأمة بتهنئة سمو الأمير حفظه الله ورعاه بمرور عام على منحه لقب قائد إنساني. ومن ربان السلطة التشريعية أسمى آيات التهاني للقائد الإنساني. إذا كانوا يتمنون أو يحلمون بأن يخرج حرف، مو حتى كلمة، حرف من رئيس مجلس الأمة بهذا الاتجاه، فأقول لهم أن هذا حلم إبليس بالجنة. من رئيس البرلمان تصريحات شاملة وكلمات فاصلة. الطعن بقانون منع الاختلاط إلى 16 من الجاري. التربية تنفي قبول أبناء حملة إحصاء 65 بمدارسها. وفي النشرة لقطة تجرم مراسلة مجرية وتطردها من العمل. عام على تسمية الأمم المتحدة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائداً للعمل الإنساني ودولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني. وبهذه المناسبة الوطنية انطلقت فعاليات حفل تسمية مقر الأمم المتحدة في دولة الكويت باسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وذلك بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كذلك شهد الحفل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر محمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار الشيوخ والمسؤولين في الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي. وقام ولي العهد بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية باسم أمير البلاد قائد العمل الإنساني، ثم وقع على سجل الشرف وأجرى جولة داخل معرض الصور والتي تمثل دور وجهود الكويت في الشؤون الإنسانية. نلتقي في مناسبة عزيزة تجمعنا للاحتفال بالذكرى الأولى لمنح سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لقب قائداً للعمل الإنساني ودولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني. كما أننا نحتفل أيضاً اليوم وبمبادرة كريمة من منظمة الأمم المتحدة بإعادة تسمية هذا المكان العزيز باسم سموه. تقليد أممي فريد في تاريخ المنظمة الدولية في مثل هذا اليوم 9 سبتمبر من العام الماضي ليمثل اعترافاً وتكريماً لدور سموه رعاه الله في إيلاء العمل الإنساني بشقيه التنموي والإغاثي جل الاهتمام والرعاية والدعم أينما وجد إنسان محتاج للمساعدة أو الإغاثة على كوكب الأرض. بدوره هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بلقب قائد الإنسانية، مؤكدا أن الكويت في أمس الحاجة إلى التمسك والالتفاف حول القيادة والحكومة. أود أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل أعضاء الأمة بتهنئة سمو الأمير حفظه الله ورعاه بمرور عام على منحه لقب قائد إنساني وعلى تسمية الأمم المتحدة لمبناها في الكويت باسم سموه، وقد حضرنا هذه الاحتفالية صباح اليوم. أيضا أود أن أخبركم عن المشاركة في المؤتمر الرابع لرؤساء البرلمانات الذي عقد في الأمم المتحدة بنيويورك، وكان مؤتمر أنا أعتقد ناجح بكافة المقاييس، وتم تقديم دولة الكويت ورؤيتها للديمقراطية كما تابعتوها جميعا هنا،
ولكن ما أود أن أخبركم أيضا بأنه كان هناك اجتماع خاص بيني وبين السيد بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة، وأعرب عن رغبته في زيارة الكويت وإلقاء خطاب في البرلمان الكويتي ليوضح ويجسد مآثر حضرة صاحب السمو أمير البلاد والكويت في ودورها الإنساني في العالم أجمع. إذن عام مر على تسمية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائدا للإنسانية، فيما لا يزال المواطنون والمقيمون يعبرون عن فرحتهم بإنجازات أمير الكويت في المجالات الإنسانية على المستويات المحلية والعربية والعالمية. تقرير ابتسام رمل. بمناسبة مرور عام على تكريم صاحب السمو وتسميته قائدا للعمل الإنساني واختيار الكويت مركزا إنسانيا عالميا، جدد المواطنون والمقيمون تهنئتهم لأمير البلاد. قائد الإنسانية، قائد الإنسانية، يحب الأرض من فيها واسمه صارق عليها. أقول أبو ناصر عز النزيل وعز منزال، ودوم لك على الدربين منزال، هيبة وصقر ديوان أنت، ربي يحفظك لنا طال عمرك. إياد العنزي لخص مشاعره عبر أبيات من الشعر، كحال معظم المواطنين الذين عبروا عن فرحتهم لإنجازات الأمير. يحفظ لنا سمو الأمير، ربي يحفظ لنا ويطول بعمره، وهو طبعا هذا شيء مو جديد عليه، هو فعلا قائد العمل الإنساني وملك العمل الإنساني، ودائما الأيادي البيضاء ممتدة لدول بعيدة. الله يعطي العافية وطولة العمر والعافية ويخليه حق الكويت إن شاء الله، وعسى ذخر إن شاء الله، وهو أميرنا فوق راسنا إن شاء الله. أقول الله يطول عمره، الله يحفظ لنا والدنا وكل الخير والبركة. عسى الله يبارك في أمير البلاد ويحفظ الكويت والحافظ، الله والحمد لله على كل حال. والله طبعا لنا الفخر، وما نقول جزاه الله خير على اللي سواه، عسى ان شاء الله منها ولعرفه ان شاء الله جزاه الله الخير. المقيمون على ارض الوطن وجهوا بدورهم رسائل تهنئه لقائد الانسانيه، وكل على طريقته. بنجدد التهنئه للشيخ صباح الاحمد الصباح على حصوله على منصب قائد العمل الإنساني، وندعو للكويت وأهلها أن يجنبها الفتن وأن يديم عليها الخير. منهني الأمة الكويتية بمنصب أمير البلاد، حفظ الله ورعاه شيخ صباح أحمد صباح في هذه المناسبة. أهنى أمير دولة الكويت الأمير صباح على حصوله على أمير الإنسانية. منح منظمة الأمم المتحدة الشهادة التقديرية ولقب قائد العمل الإنساني هو خير دليل على الأيادي البيضاء والجهود الإنسانية الحثيثة التي بذلها وما زال يبذلها أمير الكويت رفعاً عن معاناة المحتاجين حول العالم. ابتسام رمال، الراي. الوكيل المساعد في الديوان الأميري والمدير العام لمكتب الشهيد فاطمة الأمير قالت إن الذكرى السنوية الأولى لتكريم الأمم المتحدة لأمير البلاد ودولة الكويت مناسبة عزيزة على قلوب الكويتيين جميعا وأسر الشهداء على وجه الخصوص. وقالت فاطمة الأمير إن الشيخ صباح ساهم في تأسيس مكتب الشهيد وواصل دعمه، مما يدل على أن الإنسانية متأصلة لديه، كما أشارت إلى إطلاق مكتب الشهيد حملة لنشر صور شهداء الكويت في عدد من الساحات والمرافق العامة. ما في أكثر من أسر الشهداء اللي يحتفلون في هالمناسبة، كونه هو الحاضن لهم والضام خلال 25 سنة. هم بهاليوم دشنا صورة شهداء على مبنى مكتب الشهيد، وبدينا الحملة الوطنية في أنها تتعلق أو تزين الكويت بصور الشهداء.
في الشأن الأمني الكويتي، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة كشف الأسماء والجهات التي تقف وراء خلية العبدلي الإرهابية، وقال خلال مؤتمر صحفي إن الأسبوع المقبل سيشهد عقد اجتماع حول الخلية بحضور رئيس الحكومة والوزراء، مضيفا إن الكويت ليس لديها حقد على أحد، ولطالما تمت الإشادة بحزب الله وقت حربه مع إسرائيل. وشدد الغانم على عدم قبول تدخل أي دولة أو حزب بشؤون الكويت أو تهديد أمنها. انتهينا للتو من اجتماع برئاستي لمكتب المجلس، وتم مناقشة العديد من المواضيع، ولعل أهمها موضوع الخلية التي تم اكتشافها، وتقرر عقد اجتماع نيابي حكومي يوم الأحد القادم في قاعة مكتب المجلس بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء فور عودته من زيارته الرسمية إلى إيطاليا. سيعود يوم السبت مساء، وسيعقد اللقاء الساعة 12:30 في قاعة مكتب المجلس، وستوجه الدعوة لكافة الأعضاء لحضور هذا الاجتماع وللاطلاع على كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع. وقد تم التنسيق والترتيب مع رئيس الوزراء، وسيكون أيضا بحضوره وحضور الوزراء المعنيين. حقيقة في هذا الموضوع كما أكدت في تصريحاتي السابقة، نحن في أمس الحاجة إلى الوعي والحكمة والتوحد والالتفاف حول القيادة السياسية. رغم رفض البعض لهذا النهج، إلا أننا مصرين إصرار تام وكامل على الالتزام بهذا النهج. والنائب أقسم على احترام الدستور، والمادة 108 من الدستور واضحة وصريحة، فالنائب لا يمثل نفسه أو يمثل طائفته أو يمثل منطقته، إنما يمثل الأمة بأسرها، وبالتالي كل قراراته وكل تصريحاته يجب أن تكون نابعة من هذا الأمر. أيضا أود أن أوضح وأؤكد على ما قلته في تصريحاتي السابقة، بأن لا دولة أو تنظيم أو حزب أو فكر فوق مصلحة الكويت. وأكدت أيضا في تصريحاتي السابقة، سواء التصريح الذي صدر في 13/8 أو التصريح الذي صدر في 18/8، أكدت على ضرورة الكشف عن كل ملابسات القضية بعد الانتهاء من التحقيقات، وكشف أسماء الأفراد والتنظيمات والدول التي تقف وراء هذه القضية. وكلامي هذا موجود في هذه التصريحات السابقة، والآن بعد صدور بيان النيابة نؤكد بأننا نأخذ على محمل الجهد كل الاتهامات التي وردت، سواء من دول وذكر فيها إيران، أو أحزاب وتنظيمات وذكر فيها اسم حزب الله. ونحن في دولة مؤسسات وقانون، والقول الفصل سيكون للقضاء الكويتي الشامل العادل. وأيضا أريد أن أوضح للجميع بأن تصريحات رجال الدولة وتصريحات المسؤولين يجب أن تتسم بالحكمة والعقل ومراعاة المصلحة العامة، وليس تصريحات انفعالية أو تصريحات متهورة. نحن نعيش في ظروف إقليمية دقيقة، وتصريحاتنا يجب دائما تكون بالتنسيق مع القيادة السياسية العليا ومع السلطة التنفيذية، وندعم كل قرارات السلطة التنفيذية بهذا الاتجاه. ومن جهة أخرى، قال الغانم إننا نقف ضد من يهدد أمننا وضد الطائفية أيضا، معتبرا أن هناك من يريد لخطابه أن يكون طائفيا ومتهورا يؤدي إلى شق المجتمع. وأضاف الغانم مخاطبا من يريد ذلك بالقول إنه حلم إبليس بالجنة. كذلك أوضح أن مزاعم حل مجلس الأمة ستستمر حتى عام 2017، معتبرا أن المجلس سيظل سدا منيعا أمام من يقتات على الأزمات. وحول الاتفاقية الأمنية، قال الغانم إنه لا جديد بشأنها ولن تخرج بمرسوم ضرورة. المشكلة عندهم مش أني صرحت ولا ما صرحت، تصريح كانت تصريحات موجودة، إذا كانوا يراهنون على أن ذاكرة الناس قصيرة، لا، فالناس تعرف وهذه الأمور موثقة. هم ساءهم بأن تصريحاتي ليست طائفية، هم يريدون
خطاب طائفي حتى يقسموا المجتمع، هم يريدون خطاب غير مسؤول حتى يتمكنوا من تحقيق ضالتهم، هم لا يريدون أن يكون الخطاب واضعا في عين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد، لا يريدون أن يكون خطابنا السياسي متحملا لمسؤولية الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة، هم يريدون خطاب طائفي أرعن متهور يؤدي إلى انقسام البلد. وأنا أقول لهم إذا كانوا يتمنون أو يحلمون بأن يخرج حرف، مو حتى كلمة، حرف من رئيس مجلس الأمة بهذا الاتجاه، فأقول لهم أن هذا حلم إبليس بالجنة. سيكون خطابي مسؤولا، وسيكون خطابي مبنيا على المادة 108 من الدستور بأني أمثل الأمة، كل الأمة، وسيكون خطابي مرتكزا على أن العقوبة شخصية، وسيكون خطابي مؤكدا بأننا لا نقبل المساس بأمن البلد من كائن من كان، وسيكون خطابي أيضا مؤكدا ومرتكزا على وحدتنا الوطنية وعلى لحمتنا للخروج من كل الأزمات. وكما قلت سلفا بأنني واثق كل الثقة بأننا سنتخطى هذه الأزمة وأزمات كثيرة بعدها. لا يمكن يا أخوان أن تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد بكافة المعايير وبكافة المقاييس، إنما من يعتقدون بأنهم ممكن أن يشكلوا ضغط على رئيس مجلس الأمة أو على نواب الأمة من انتخبهم الشعب الكويتي ليكونوا ممثليه في هذه المرحلة الدقيقة، فكما أكدت سابقا هذا حلم إبليس بالجنة. سنبقى ملتزمين بتوجيهات صاحب السمو، وسنبقى متكاتفين ومتعاضدين، ويبدو أن يعني أيضا ما يحدث على الساحة المحلية من ضرب لرؤوس الفساد، ولم تتألم رؤوس الفساد ولم تصب في مقتل كما أصيبت أثناء وجود هذا المجلس، وبالتالي هذه الأبواق أو هذه الإشاعات ستظل متكررة أنا أعتقد إلى عام 2017 في آخر ساعة من عمر المجلس. نحن نلتزم بالدستور ونعمل وفق إطاره، ونؤكد والله الحمد وأنقل ثقة صاحب السمو بمجلس الأمة، وهذه أنا كلفت رسميا بنقلها إلى الأخوة الأفاضل النواب. وإذا كان مجلس الأمة يشكل إزعاجا كبيرا لرؤوس الفساد وبالتالي نرى تحرك أذنابهم بشكل مكثف في الفترة الحالية، فأنا سعيد كل السعادة بذلك، وأؤكد للشعب الكويتي بأننا سنستمر نمثل الشعب الكويتي بكل ما بيدنا من إمكانات. الاتفاقية الأمنية لا جديد فيها، من حق أي نائب أن يصرح برأيه، فلا سلطان لأحد على تصريحات النواب، لكن أنا أقول لكم كرئيس مجلس ما في أي جديد، ولن تخرج الاتفاقية الأمنية بمرسوم ضرورة. في الشأن القضائي، أجلت المحكمة الدستورية نظر 8 طعون دستورية أمامها، من بينها الطعن في قانون منع الاختلاط إلى 16 من شهر سبتمبر الجاري. وجاء تأجيل الدستورية نظر تلك الطعون إلى جلسة 16 من الجاري من أجل اكتمال هيئة المحكمة. كذلك قررت الاستئناف وقف نظر دعوى اقتحام مجلس الأمة لحين الفصل في طلب رد أحد قضاة الهيئة. وزارة الداخلية أعلنت وضع آلية جديدة لردع المخالفين والحد من تجاوزات أصحاب المركبات التي تحمل لوحات خليجية من المواطنين الكويتيين، وذلك بعدما لوحظ تعمد أغلب أصحابها ارتكاب مخالفات مرورية في ضوء عدم وجود قاعدة بيانات للوحات الخليجية. وكيل وزارة التربية هيثم الأثري أعلن عدم وجود أي توجه لدى الوزارة لقبول الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية من حملة إحصاء 65 بمدارس التعليم العام، لافتا إلى أن القرار الوزاري حدد قبول الطلبة أبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين وأحفادهم.
قناة تلفزيونية مجرية خاصة قامت بطرد إحدى المراسلات بعدما ظهرت وهي تركل وتوقع أرضا لاجئين سوريين بمن فيهم أطفال، وذلك أثناء محاولتهم الفرار من طوق أمني في روسكي جنوب المجر. وظهرت المراسلة التلفزيونية والمصورة وهي تعرقل بقدمها رجلا يحمل طفلا ويركض به محاولا الفرار من أيدي الشرطة، فوقع الرجل والطفل أرضا، في حين ظهرت في مشهد آخر وهي تركل طفلا آخر كان يركض محاولا الفرار من الطوق الأمني. كشف النقاب عن لكزس اي اس 2016، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم بالأخبار الاقتصادية. شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده للسيارات كشفت النقاب عن سيارة لكزس اي اس للعام 2016 الجديدة، والتي تجمع بين الابتكار والجمال والمستوى الراقي في الخدمة والأداء مع تصميم خارجي يجذب الأنظار ومقصورة داخلية تمت صناعتها بالتقان. وقد حصلت سيارة لكزس الجديدة على تحديثات لجيلها السادس، إضافة لمصابيح LED أمامية تحمل هوية لكزس الجديدة. أما داخلية لكزس فحصلت على كمية من التغييرات أيضا، انحصرت بلوحة العدادات والمقود. سوق الكويت للأوراق المالية أنهت تداولاتها على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة بواقع 91 نقطة للسعري و7 نقاط للوزني ونحو 21 نقطة لمؤشر كويت 15، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 16 مليون و200 ألف دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 223 مليون سهم. في دوره انخفض سعر برميل النفط الكويتي 79 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 44 دولارا و25 سنتا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أكثر من النصف منذ أن بلغت ذروتها صيف العام الماضي بسبب وفرة المعروض. علي بن الحسين يدخل سباق رئاسة الفيفا، التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم بالأخبار الرياضية. أعلن رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين ترشحه مجددا لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم للانتخابات التي ستجري في 26 من شهر فبراير المقبل. وأبدى الحسين رغبته بالترشح لرئاسة أعلى منظمة رياضية عالمية لكرة القدم بعدما خاض الانتخابات السابقة التي جرت في نهاية مايو الماضي أمام منافسه رئيس الفيفا الحالي السويسري جوزيف بلاتر. وبهذا الإعلان سينضم الحسين إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني ونائب رئيس الفيفا الأسبق عن قارة آسيا الكوري الجنوبي تشونغ مونغ كأبرز المرشحين للمنصب الرياضي الدولي. واصل فريق الموج مسقط تحليقه عاليا ومنفردا في صدارة سلسلة سباقات الإكستريم 40 للإبحار الشراعي بعد ختام الجولة السادسة التي أقيمت في روسيا. ويتصدر فريق الموج مسقط الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق ريد بول النمساوي الذي حل في المركز الثاني. فعاليات الجولة السادسة في تقرير لأحمد العنزي. مشاركة قوية ومثيرة لمركز عمان للإبحار في ختام المرحلة السادسة لسلسلة سباقات الإكستريم 40 للإبحار الشراعي، والتي أبدع من خلالها قاربي الموج مسقط والطيران العماني، وتمخضت عن فوز قارب الموج مسقط بلقب بطرسبورغ بفارق 18 نقطة عن المركز الثاني، ليكون هذا الفوز الثالث له على التوالي
بعد فوزه بمرحلتي كارديف وهامبورغ، في حين استقر فريق الطيران العماني في المركز الخامس رغم الأداء القوي في هذه المرحلة. طبعا السباق هنا في روسيا كان ممتاز جدا، الطقس كان جدا يعني زين وكله مشمس والهواء كان زين، فنتمنى نبحر المرات الجاية إن شاء الله في روسيا. الفوز بهذه المرحلة بعد 4 أيام من المنافسات الحامية يعتبر واحدا من أبرز إنجازات فريق الموج مسقط هذا الموسم، ويسعى الفريق أن يواصل على نفس الوتيرة حتى المرحلة الختامية ليظفر بلقب البطولة للمرة الثالثة بعد أن فاز بها في عامي 2012 و2013. هذا فضل الله تعالى أن هذا الفوز اللي جبناه في هذه المرحلة في روسيا، وإن شاء الله بقت مرحلتين راح نكون إن شاء الله الأول، وعلى النهاية في أستراليا إن شاء الله بنكون الأول ونرفع على مستوطن الفوق بإذن الله تعالى. يبدو أن كل شيء سار على ما يرام في هذه الرحلة، وكانت معنويات الفريق عالية طوال أيام السباق. من النادر جدا أن يفتح الحظ لنا أبوابه في كل شيء منذ لحظة وصولنا إلى روسيا، ويمكن القول بأن هذه الرحلة كانت أفضل مرحلة لنا في هذا الموسم. وبختام جولة روسيا السادسة يكون مشروع عمان للإبحار قد أسدل الستار على واحدة من أقوى مشاركاته هذا الموسم، ويتطلع لخوض المرحلة القادمة قبل النهائية في إسطنبول خلال فترة من 1 حتى 4 أكتوبر المقبل، والتي ستشتد فيها المنافسة مع اقتراب المرحلة الختامية التي ستكون في سيدني في شهر ديسمبر القادم. أحمد العنزي، الرأي. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.